بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكل محبين ومتابعين صفحة نادي الوحدة الرياضي. برحب فيكم بهالبث المباشر من مدينة السويداء، لأن لكم مباراة الوحدة وعمال السويداء ضمن المرحلة الثانية من إياب دوري كرة القدم للسيدات. كرة مع فريق الوحدة، المباراة انطلقت من لحظات قليلة. رمي التماس للوحدة تتنفذ، مرة جديدة الكرة عم تخرج من التماس. من تماس جديدة لفريق الوحدة. نفذت كرة. أيضا رمي التماس لفريقنا. الوحدة تضيف في هالمباراة اللي عم يمثله بحراسة المرمى نور جمعة، بالدفاع بسمة العلي كابتن الفريق، إسراء العلي، ريما ديبو، شروق عيسى، بالوسط مارلين ريتا عايزوق، ناتالي نقولة، غزل الجوهري، وأمامة عثمان، بالمقدمة رونا عايزوق. مدرب الفريق الكابتن هيثم شريف، الإدارية باسمة الصباغ. ركلة مرمى لفريقنا، المعالجة بيان مقدح ومسؤول التجهيزات محمد أبو حشيش. تلعب قصيرة، كرة القدم النسائية حديثة العهد بنادي الوحدة الرياضي. إصابة لأحد لاعبات فريق عمال السويداء، لكن اللعب مستمر. اللاعب رقم 10 في فريق العمال، اللاعب هشام جمال، فريق العمال اللي عم بيمثله بهالمباراة رنيم ابو لطيف بحراسة المرمى، بالدفاع هبة كيوان، يارا جمال، لوجين نعيم، هشام جمال، بالوسط ميساء مزهر، كاريس جربوع، لين سجاع، ساندرا شجاع، وبالمقدمة ماريا الطويل وصيبة سليم. مع مدرب الفريق وسام دوارة، مساعده لؤي القاضي، المعالج عدنان سليم. كرة عم تلعب، ركلة مرمى لفريق الوحدة، كرة بتجاه وسط الملعب. تخرج رمي التماس، تبديل بتنفيذ رمية التماس، والكرة راح تنتقل لفريق الوحدة. نفذ الكرة، ريتا عايزوق تكسب رمية التماس، إسراء العلي، رونا عايزوق، إسراء مرة جديدة، إسراء، رمي التماس لفريق الوحدة. إذا مرة جديدة برحب فيكم، عم تتابعوا مباراة سيدات الوحدة مع سيدات عمال السويداء. كرة لفريق الوحدة، ريتا، كرة مقطوعة، هجمة مرتدة لفريق العمال، لكن تغطية من دفاع الوحدة. كرة عم تتركها، ريما ديبو تخرج رمي التماس، خطأ لمصلحة فريق العمال.
مرة مباشرة لفريق العمال. كرة ملعوبة باتجاه مرمى نور جمعة حارسة فريق الوحدة، والكرة ركلة مرمى تلعب مباشرة طويلة باتجاه الوسط. مقطوعة الكرة، ريتا، ريتا عايزوق، كرة طويلة، تغطية دفاعية من فريق العمال، ضغط من لاعبين الوحدة، مقطوعة الكرة مرة جديدة، رونا عايزوق، رونا ركلة ركنية لمصلحة فريق الوحدة. طبعا تحية كبيرة أكيد للكوكبة اللي حضرت من دمشق لمؤازرة فريقنا بهالمباراة، كوكبة جماهيرية. بالخطأ الكرة بتنتقل لدفاع العمال، مرة جديدة كرة مقطوعة، الحكم عم يحتسب خطأ على فريقنا. العمال السويداء، نذكر انه كرة القدم حديثة الولادة بنادي الوحدة الرياضي، اشهر قليلة على تشكيل هالفريق. اجمالا كرة القدم بسوريا كدوري معتمد هي كدوري نظامي هذا الموسم الثاني فقط، كدوري معتمد يلعب بطريقة الذهاب والإياب هذا الموسم الثاني فقط، دوري هذا العام اللي عم يشهد مشاركة 9 فرق وهجمة لفريق الوحدة. تغطية دفاعية تنقطع الكرة مبعدة لكن تبقى وحداوية، إسراء إسراء، تلعب كرة باتجاه ناتالي، حلوة لا أماما، أماما لعيزوق، مقطوعة الكرة، عيزوق مرة جديدة، ريتا، خطأ على اللاعب رقم 9 ريتا عيزوق بصفوف فريق الوحدة. إذا تعادل سلبي بعد مرور حوالي 5 دقائق على انطلاق المباراة. رح احكي لكم شوي عن دوري كرة القدم النسائي بسوريا بالموسم بشكله النظامي كذهاب واياب، ودوري معتمد هذا الموسم الثاني. الدوري اللي عم يتصدره، او خليني لكم اولا مين عم بيشارك بهالدوري، هجمة لفريق عمال السويداء، كرة داخل الجزاء، جمعة كان لازم تطلع بشكل مبكر اكثر. على كل كرة عند حارسنا نور جمعة، نور كرة باتجاه منتصف الملعب، تبقى الكرة وحداوية مقطوعة، رونا عم تدخل الجزاء، رونا رونا رونا، يلا يا رونا سددي، كرة بالعرض، يا الله كيف فاتت الكرة من ناتالي او من ريتا عايزوق، لكن اجمالا الافضلية لفريق الوحدة. بتمنى انه تقدروا موضوع المكان اللي انا متواجد فيه، ملعب السويداء الصناعي، ما في ابدا اي مكان عالي، انا واقف على حديد زيركون، على حديدة يعني الأمور صعبة جدا. فبتمنى أنه نقدر موضوع التصوير، ما في غير هالمكان اللي ممكن تشوفوا منه المباراة. إذا
إذا دوري كرة القدم النسائية بنلعب هذا الموسم بمشاركة فريقين من مدينة حمص، فريق محافظة حمص وفريق فيروزة، فريقين من السويدة العربي والعمال، أيضا فريقين من الشمال خابور وعمودة، وفريقين من دمشق جرمانة والوحدة. وإن كان جرمانة من ريف دمشق كعم بحكي كاتحاد أكيد ما في فرق، لكن كلجنة فنية هو محسوب على ريف دمشق. كرة ملعوبة لفريق الوحدة باتجاه انقولة، كرة باتجاه المرمى، ركلة مرمى ما بتتمكن. رونا عايزوق من الكرة، بتتعرض لإصابة رونا. ركلة مرمى لفريق العمال. دوري السيدات هذا الموسم بمرحلته الثانية ايابا عم يتصدروا فريق الخابور ب 18 نقطة. طبعا بدي اذكر انه فريق شرطة حما انسحب بالاسبوع الماضي لاسباب بحسب ما فهمت انها تتعلق بالامكانيات. ومنا لا من هالمنبر بدي وجه رسالة للسيد فراس معلا، الكابتن فراس معلا رئيس اتحاد رياضي بمتابعة هالتفاصيل. مدام قررنا نعمل دوري لازم نقدر انه نحسب هالحسابات، انسحاب فريق، امكانيات، امور اخرى. كرة ملعوبة لفريق الوحدة جهة اليمين، وبعد الكرة تلحق فيها لاعبة العمال تبعدها لرمية التماس. رمية التماس تتنفذ، كرة لفريق الوحدة داخل الجزاء، عايزوق تسديدة بين ايدين حارسة رنيم ابو لطيف حارسة فريق العمال. بسمة كابتن الفريق بسمة العلي بتبعد الكرة، رمي التماس لفريق العمال، كرة لفريق الوحدة، لاعبة غزل جوهري حابت أو حاولت تلعب كرة إلى الأمام لكن الكرة عم تنقطع. ذكر النتيجة تعادل سلبي بعد مرور حوالي 10 دقائق. رمي التماس عم تتنفذ، كرة بتبقى مع فريق الوحدة. تسديدة باتجاه المرمى عم تلتقطها حارسة فريق العمال رنيم أبو لطيف. ترتيب فرق الدوري، دوري السيدات بعد هالهجمة رح خبركن بترتيب الدوري بعد مرحلتين. رمية التماس، فريق الخابور متصدر ب 18 نقطة، المركز الثاني لمحافظة حمص ب 21 نقطة، المركز الثالث لشرطة حما المنسحب ب 16 نقطة. يعني فريق نتائجه جيدة وعم بينافس على الصدارة، غريب جدا انه ينسحب. وكرة باتجاه مرمى الوحدة، اذا شرطة حما اللي انسحب الاسبوع الماضي برصيد 16 نقطة، جرمانة 15 نقطة، عمودة 15 نقطة، العربي 11 نقطة، والوحدة 10 نقاط.
وفيروزا نقطتين، عمال السويداء متذيل الترتيب ب 11 نقطة. كرة ملعوبة باتجاه عايزوق ريتا، حلوة كتير باتجاه أماما، لكن في راية أوفسايد على أماما. ركلة حرة غير مباشرة لفريق العمال. كرة طويلة بسمة العلي بتغطي الكرة، بسمة تلعب لإسراء العلي. إسراء عايزوق ريما تخسر الكرة، أوفسايد على فريق العمال. إذا بذكركم مرة جديدة عم تتابعوا مباراة سيدات الوحدة مع سيدات عمال السويداء، مباراة ضمن الأسبوع الثاني من إياب الدوري العام لكرة القدم للسيدات. بسمة العلي، بسمة باتجاه ريتا عايزوق، غزل مرة جديدة الكرة باتجاه المقدمة مو بعدة لكن تبقى خطيرة. ناتالي مقولة، ناتالي بتدخل الجزاء، ناتالي محاولة فوق مرمى الوحدة، فوق مرمى عفوا فريق العمال. أجواء باردة جدا بمدينة السويداء اليوم. الأمطار كانت عم تنزل قبل المباراة لكن الجو بارد جدا. كرة لفريق العمال، مقطوعة الكرة من ريما بتمر، ريما بتلعب كرة بالعرض، ابعاد لكن بتبقى وحداوية الكرة، تسديدة، محاولة حلوة كانت من اللاعب رقم 14 وماما عثمان، الجناح الأيسر بفريق الوحدة وماما. مرمى لفريق العمال تلعب مباشرة. بسمة ما بتتمكن من الكرة، هجمة خطيرة لفريق العمال، كرة خطأ على بسمة، انذار على بسمة العلي. محاولة كانت لكاريس لاعبة فريق العمال. أكيد كل شيء بالبداية بيكون في صعوبات. فريق الوحدة اللي تم تجميعه من أشهر قليلة للمشاركة بدوري كرة القدم للسيدات ولتأسيس فريق كرة قدم نسائية بالنادي. على أمل إن شاء الله مستقبل باهر بالإضافة للألعاب المتميزة بنادينا. كرة بتلعب داخل الجزاء، نور جمعة ببراعة عم تلتقط الكرة، نور
كرة مشان تصف الملعب. رمي التماس لفرينا. كرة عم تلعب مقطوعة. كاريس لعبة فريق العمال لكن مقطوعة الكرة من بسمة باتجاه نتالي. نتالي ما بتحافظ على الكرة. نتالي هجمة لفريق العمال. خطأ لمصلحة فريق العمال. الحكم كان أعطى مبدأ الأفضلية لكن عاد للخطأ. خطأ بمنتصف الملعب لفريق العمال. كرة طويلة. نور جمعة عم تخرج من مرماها وتلتقط الكرة. نور بتحط الكرة باللعب باتجاه إسراء الظهير الأيسر لفريق الوحدة. كرة مقطوعة. هجمة مرتدة. نتالي هيزوق مقطوعة الكرة. بتتمكن ريما ديبو من الكرة لكن من حسن الحظ لعبة العمال كانت بموقف تسلل. مع فائق الاحترام أكيد لجماهيرنا لكن لازم نتقبل دائما انه الهدف من البث المباشر هو وضعكم وخاصة جماهيرنا اللي خارج البلاد وحتى الجماهير اللي بتكون ما قادرة تتابع دائما وضعهم بصورة ما يحدث بصورة نشاطاتنا والتغطية قدر الامكان ولو كانت متفاوتة احيانا. اكيد الكمال لله لكن احنا دائما بنحاول انه نقدم لكم شيء بيليق فيكم ويكون دائما تكونوا دائما بالصورة. لهيك بتمنى انه تكون ردات الفعل او محاولة التعليق على الموضوع بشكل بيلائم جهدنا وان كنا دائما مقصرين بحقكم. اكيد دائما جمهورنا بيستاهل الافضل. ايضا لازم نقدر انه نحن عم نتابع حاليا مباراة سيدات بالإضافة لأن لعبة جديدة على نادينا وعلى جمهورنا لكن دائما لازم نحط بعين الاعتبار هذا الأمر. لاعبة أكيد إلها أهل يعني أكيد في مين عم بيتابع ويهمه الأمر. لازم نحترم هذا الموضوع. هذا طبعا أكيد 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 أنتوا بتقدروا هذا الكلام وبتقدروا هاي الاعتبارات لكن وجب التنويه والتذكير. كرة بتلعب بوسط الملعب بتفوت بتبقى وحداوية باتجاه رونا عايزوق. رونا التماس غزل وعم تخرج من التماس لفريق العمال. هجمة مرتدة لفريق الوحدة. هتخد باتجاه ريتا بتبقى الكرة. تماس لفريقنا.
رمية تماس جديدة لفريق الوحدة. رمية تماس لفريق العمال. ذكر انه النتيجة تعادل سلبي بعد مرور حوالي 22 دقيقة على انطلاق هالمباراة. كرة ملعوبة لفريق العمال. بسمة العلي خطأ عم يعلن عنه حكم اللقاء. الحكم محمد مظلوم. إسراء ما بتتمكن من الكرة، عم تخرج رمية تماس لمصلحة فريق العمال. اللعب هجمة لفريق الوحدة. كرة باتجاه ريتا لكن في رايه اوف سايد. رايه اوف سايد، ركلة حرة غير مباشرة لا فريق عمال السويداء. إذا تعادل سلبي مع اقترابنا من الدقيقة 25. هجمة لفريق العمال. رمية تماس عم تتنفذ، وبعد الكرة مرة جديدة إسراء. كرة باتجاه رونا مقطوعة. رمية تماس لفريق الوحدة. تبديل بصفوف فريق العمال. خطأ لمصلحة فريق الوحدة. إذا 25 دقيقة تعادل أبيض بين الفريقين. كرة مقطوعة مبعدة من لاعبة العمال. إبعاد من بسمة العلي. نتالي إسراء. لمسة يد لمصلحة فريقنا. ركلة حرة مباشرة على تنفيذها مارلين. كرة باتجاه رونا رأسية سهلة. سهلة على حارسة فريق العمال. إجمالا الوحدة أفضل وأخطر. لكن تعادل مسيطر. كرة ملعوبة مرة جديدة بسمة. لمسة يد، الحكم بيقول العب. مقطوعة الكرة. إسراء ما بتتمكن منها. كاريس لاعبة العمال، لكن تغطية تستخلص الكرة. كاريس
خطأ لمصلحة عمال السويداء على لاعبتنا رونا عيزوق، أو عفوا ناتالي نقولا. سلامات، لا كاريس لاعبة العمال ونتالي لاعبة الوحدة. حوالي ربع ساعة متبقي على نهاية المباراة، تعادل سلبي بين الوحدة وعمال حمام، لعب متوقف لعلاج لاعبتي الفريقين. ناتالي نقولا وكاريس، كاريس جربوع لعبة عمال السويداء. ناتالي على ما يبدو، ناتالي نقولا إصابتها نوعا ما خطيرة. ناتالي عم تخرج على النقالة. خطأ لمصلحة فريق العمال بمنتصف الملعب، ذكر أن النتيجة تعادل سلبي بين الوحدة ومضيفه عمال السويداء بالمرحلة الثانية إيابا من دوري كرة القدم للسيدات. كرة ملعوبة خطيرة، خروج من نور جمعة. كرة بشام منتصف الملعب، إسراء مقطوعة الكرة مرة جديدة فريق الوحدة. شروق، رونا عيزوق، رونا لا مارلين، مارلين 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 مارلين، راي اوفسايد على رونا. ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق العمال. بتلعب مقطوعة الكرة، رمي التماس لفريق العمال. لسه اللعبة، ناتالي عايزوق خارج الملعب، أو عفوا ناتالي نقولا خارج الملعب عم تتلقى العلاج. ركلة ركنية، Thank you.
بس ركنيه عم تتنفس. كاريس لعب كره مقطوعه من بسمة، كره باتجاه لاعبتنا وماما وماما وماما، حلوه كثير. لا نقولها عم تدخل منطقه الجزاء، كره عم تنقطع لركله ركنيه، محاوله لارونا عايزوق، ناتالي رجعت بالسلامة على أرض الملعب، ركلة ركنية للوحدة، حوالي 12 دقيقة على نهاية الشوط الأول، تعادل سلبي بين الفريقين، ركلة ركنية تنلعب، كرة خطيرة، هدف لفريقنا، هدف عم تسجله رونا عايزوق. اذا الوحدة عم ينجح بالتقدم وافتتاح التسجيل عبر اللعبة رونا عايزوق. رونا اللي عم تتوجه لتحية جمهور الوحدة اللي عم بيآزرها ويآزر الفريق بهالمباراة. إذا النتيجة عم تتغير، هدف مقابل لا شيء لمصلحة فرينا. كرة لفرينا، أماما تمشي، أماما برافو يا أماما، أماما بتحافظ على الكرة، برافو، كرتها عم تخرج أماما، لكن برافو المحاولة. ذكر إنه مباراة الذهاب انتهت أيضا بفوز الوحدة بهدف مقابل لا شيء. مباراة جرت بدمشق على أرض ملعب البوتشي بمدينة الفيحاء الرياضية. رمية تماس، إذن الوحدة متقدم على عمال السويداء بهدف مقابل لا شيء بالمباراة اللي عم تدور أحداثها على أرض ملعب السويداء بمدينة السويداء. إذا رمي التماس، إذا خطأ لا مصلحة أكيد. شكرا لجمهورنا الكبير اللي دائما كبير، مو بالعدد أكيد، كبير بالإخلاص والانتماء بكل أطيافه، جمهور الوحدة الرائع أكيد، تحية لهم بهالبرد الشديد. اجوا على مدينة السويداء لمؤازرة سيدات الوحدة بهالمباراة. رمي التماس لفريقنا، لعب الكرة باتجاه نتالي، نتالي باتجاه حارستنا نور جمعة، نور جمعة هي امتداد لبيت جمعة بحراسة مرمى الوحدة عبر التاريخ. مين فينا بيقدر ينسى سامي جمعة، أكثر حارس وقف بين خشبات البرتقالي عبر التاريخ، أيضا ابنه إياد حارس فريق الشباب. ونور اكيد امتداد لا
هالامر خطا لمصلحه فريق الوحده. كره طويله مقطوعه ملعوبه لا خارج الملعب. ركله مرمى لفريق الوحده. محاولة مراوغة تقطع الكرة من الكابتن بسمة باتجاه رونا. رونا رونا برافو يا رونا. رونا قطع الكرة. هجمة لفريق العمال مرتدة مرة جديدة. اللعبة ريما ديبو بتلعب باتجاه غزل. غزل لا رونا. رونا تدخل الجزاء. رونا رونا حاولت تلعب كرة عرضية لكن كرتها خارج الملعب. إذا ركلة مرمى لفريق العمال. دقائق قليلة حوالي 5 دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول. مرمى لأصحاب الأرض فريق العمال. إذا الوحدة متقدم بهدف مقابل لا شيء. كرة باتجاه أماما. رمي التماس لفريقنا. تنفذ الكرة وتنقطع رمية التماس. رمية التماس جديدة لفرينا. مرة جديدة رونا. رمية التماس جديدة لفرينا. كرة باتجاه غزل. غزل خطأ لمصلحة لاعبة العمال. إذا هدف مقابل لا شيء مع اقترابنا من نهاية الشوط الأول. الوحدة متقدم على مضيفه عمال السويداء بالمباراة اللي عم تجمع الفريقين على الأرض الملعب الصناعي بمدينة السويداء. رونا عيزوق خطأ. خطأ لمصلحة فريق العمال. الحكم عم يتوجه لتنبيه حارسة العمال على عدم الاعتراض. كرة اللعب خطيرة. نور جمعة بالوقت المناسب عم تطلع من مرماها لكن كرة عم تبقى خطيرة. مقطوعة تبقى لفريق العمال. تدخل من ريما. رمية التماس لفريق العمال. رمي التماس لفريق العمال. تقريبا دقيقة متبقية على نهاية الوقت الأصلي. مارلين طبعا دخلت مراحل اللحام.
ابن تماس لفرينا. الوقت الاصلي انتهى تماما. كرة ملعوبة. اقرب لحارسة العمال رنيم ابو لطيف. كرة طويلة. بسمة. ريما. ريما بتترك الكرة لإسراء. إسراء باتجاه نتالي وبعدين الكرة. رمي التماس لفريقنا. وبذكر انه النتيجة هدف مقابل لا شيء لمصلحة فريق الوحدة اللي عم يفرض افضليته وسيطرته بها المباراة على مضيفه. كرة بتلعب باتجاه اماما. اماما مرة جديدة كرة من مرح ما بتمر. خطأ لمصلحة اللاعبة كاريس. كاريس جربوع لاعبة وسط الميدان بفريق العمال. تقريبا افضل لاعبات فريق العمال كاريس. والبرد يا ما فيني اوصف لكم قديش الجو بارد بالسويدا. كرة ملعوبة تنقطع. هاي اوف سايد على فريق العمال. اذا خطأ لمصلحة دفاع الوحدة. ريما باتجاه اماما. اماما اماما بتمر اماما. تقريبا اكثر اللاعبات مهارة اماما اللي عم تكسب ركلة ركنية. ركلة ركنية الحكم عم يعلن على ركلة مرمى. مرمى لمصلحة فريق عمال سويداء. رنيم ابو لطيف الحاسم نفذ الكرة وبيعلن الحكم عن نهاية احداث الشوط الاول بتقدم الوحدة بهدف مقابل لا شيء. رح نستراح لمدة ربع ساعة وان شاء الله بنرجع مع انطلاق الشوط الثاني.